باشا، بعد ما عملنا قايمة بكل الأجانب اللي موجودين في مصر في الفترة الأخيرة وما خرجوش تاني، شكينا في مجموعة قليلة منهم. كلمنا السفارات بتاعتنا في بلادهم يا فندم عشان تساعدنا. النهاردة بس جات لنا معلومة في منتهى الأهمية. في جواز سفر باسم جوزيف أنطونيوس. الراجل ده ملوش وجود في أسبانيا، أصلاً اسم وهمي، حتى العنوان اللي موجود في جواز السفر يا فندم طلع مش حقيقي. وبعد التحريات وتكسيفها هنا في مصر، اكتشفنا إنه موجود في حي الزمالك. مستني إيه؟ اتحرك فوراً! حذاري تمشي بالرخص سارية بعد كده، لو شفتها سارية هسحبها، اتفضل. طب ايه؟ الشحرورة لسه ما ظهرتش؟ ده 10 دقايق والبوليس جاي. يا ابني احنا عملنا كل حاجة، ناقص بس يتقبض علينا. مش فاهم النايمة دي ولا مقتولة ولا ايه؟ وليد هو انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يعني هو انت فاكرك صوت يعني الطوبة في البلكونة ده هيلفت نظرها؟ تصدق فكرة حلوة؟ ايه؟ ايه يلا سد وداني بسرعه، سد ودانك ليه ما تسدها انت؟ في طوب في ايدي وفي مسدس في ايدي. خلص بالراحه. طلعت طلعت اهي، طلعت طلعت يلا طلعت. وليد عارف 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 يا هبل. ايه اعمل نفسك مش واخد بالك. انا وليد. يا وليد ايه ده؟ ريم ايه ده بتعملي ايه هنا؟ انا عايشه هنا. غريبه يعني، انا بقالي 11 سنه خدمه هنا كل يوم عمري ما شفتك. 11 سنه ازاي يعني؟ بس ايه القمر اللي طلع علينا مره واحده ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حلوه البدله. لا بص الزرارين دول بقى. طب مش عايز تحكي لها على ذكرياتك وانت طفل؟ ما تقول لها يا ابني تنزل هنا وتكلمه. طب انا نازله. لا لا مش مشكله، خليك انت مريحه فوق شويه. خلاص ماشي. ايه انت ما بتصدقي كده؟ خلاص انزلي يلا مستنيكي. استناكي في المدخل جوه اهو. يلا سلامه. سلامه. خليك ورا التاكسي المشتبه فيه، ضيق عليه الدايره عشان ما يهربش مننا. عالم يا فندم وينفذ. انا هلاقي في الحي ده من المغرب. تعال تعال يا اسطى. انت كويس؟ تعال انت كويس يا اسطى؟ سي عندك فيروس سي؟ سي تضربني بالروسيه يالا؟ ولما انت كويس يا حقير يا ناكر تضرب ظابط مزيف؟ حاسس انها تأديت عمله؟ الله، لحظات الضعف دي ما بتتكررش. اعمل ايه؟ اضرب فين تاني؟ ايوه تحت الحزام. لا 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 ولا 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 البنطلون هيتقلع هيتقلع. انا مش بتاعي. سيبه. سيبه ليه؟ هنقلع هيو. انت في ايه انت؟ سيب يلا البنطلون يلا. انا عليه مات. ايه ده في ايه؟ الحقني. خلك بقى قاتل، خلك بقى قاتل. قاتل؟ يا نهار اسود ايه اللي حصل؟ انا مش عارف. يا نهار اسود. ايه؟ ولا حاجه عادي مش حاجه. روح روح اجري اجري بسرعه. طب روح الصيدليه هتلاقي اي حاجه تفوقه. وانت شوف بقى التوي فين ده، ولا تحط له اي داهيه. نعمل ايه؟ هتصدق احنا هنتسجن حالا. ايه بقى في اي حته طويله قبل ما ريم تنزل. وبعدين لازم اروح لانها قالت لي هشوح كبده وانزل لك. شوح كبده ايه؟ مش هتساعدني؟ يرضيك ساعه قاتل يا خالو؟ لا ما طبعا ما ارضاهالكش. طب الحجم ده بقى يتزق ازاي دلوقتي؟ اوه يا حنانة الحق اغلق بسرعه. البوليس يشق في كل مكان. ما يشق ما يشق يعني في كل مكان. يا حنانة اغلق بسرعه بسرعه بسرعه. استنوا، انتوا رايحين فين؟ انت اللي جابك دلوقتي، لازم تمشي حالا. ليه؟ عشان احنا بنجري من البوليس. البوليس اللي انتوا بتجروا منه؟ اذا كان انتوا البوليس. صحيح احنا البوليس. احنا انا والزملاء وقت الفراغ كده بنحب نكسر الملل فبنطلع نجري ورا بعض. طب انا جايه معاك. لا مش هينفع. لا بليز. مش هينفع. غريب هتبقى فن قوي. لا هتبقى فن قوي. لا طبعا. تعالي تعالي ليدي فارس تعالي. ايه؟ تعالي. هو البنات بتحب الحركات دي جدا والله فعلا. شيك يعني. طب انا هقول لك حركه احلى يحبوها قوي. لا استنى. ماشي يا عم الجنتل.
وليد هي اللي فتحت الباب يا وليد. وليد ولا وليد ما تسيبنيش انا، هي اللي فتحت ونكبت. ثانية واحدة كده. ماشي يا جنتيه. انا ما كنتش عارف انك كنت جنت. ولا وليد ماركوس، تابع الميكروباص اللي قدامك، اوعى يهرب منك. البوليس بيجري ورانا. طب ايه المشكلة؟ عشان البس الحزام؟ انا بقول لك البوليس بيجري ورانا عشان تلبس الحزام. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شدوني. ما تزعلش. شدوني. رجاء ارسال دورية للدعم لان الشباب في وجود اسلحة. تعالى. خش جنب. اهو. الميكروباص اتجه لشارع ابو الفدا. عمليات. جاري مطاردة الهدف يا فندم. خلي بالك يا وليد. ايه ده كمين؟ احلولو. كمين يا حمادة، سلم على الزملاء. باشا. على الكمائن المتواجدة بشارع ابو الفدا، متابعة ميكروباص بدون نمر. انت شوية بسرعة. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. استحملوا شدة الأعصاب دي ازاي؟ أنا عامة في المواقف اللي زي دي أحب أسمع ساموزين جدا. أنا طول ما أنا جنبك يا حبيبي يا حبيبي طمن قوي قلبك يا حبيبي. شكرا يا ممتع، أخدتني معاك في الإكسبيرينس التحفة دي. بشكرك بجد. أنا اللي هقوم أشكر الظروف حالا بصوت عالي لو ما ركزتش في السواقة. اتفضل. أنا في حياتي عمري ما ركبت عربية وحسكتها. قرب أكتر، قرب أكتر. بص اللي جاية دي بقى، ها ركز بقى في اللي جاية دي. ها خلي بالك، خلي بالك. خلي بالك يا أخي، قلت لك ارجع بسرعة. ممكن ألبس دي؟ ألبس ألبس، احنا كلنا هنلبس. حاول تحدد لي عدد المشتبه فيهم في الميكروباص. تمام يا فندم. صعبان عليا الراجل اللي ملوش ذنب ده. راجل مين؟ ايه الراجل ده يا حماده؟ انا حماده ماليش. انا عايز انام، انا مسهره طول الوقت. ايه ارجع نام ورا شويه يا حماده، العكس ريح شويه ورا. رايح فين يا حماده؟ هيريح شويه، هيريح شويه، ده صاحب قال له كذا يوم. عدي ده، عدي ده بسرعه. انا عايزه حي، ما حدش يضرب نار. هو بيعمل ايه ورا؟ ما تركزيش معاه بقى. انت شكلك اتغير. تطبيق وسهر، مأموريات كتير قوي. شنبك؟ ايه ما هو كان ورا بيحلق شنبه.